السلام عليكم بنات، اليوم جيت مثل العجيه الثاني، تعرفوا نحن دائما كاين عجيه جديد، بغيت نوريكم هذه السلعه اللي كاينه، لان بزاف ديال الحوايجات عرفتوا اللي كانوا سالوا ليا وعاود جبتهم، يعني خاصني نوريهم لكم باش اللي بغات شي حاجه اما تسكرينها وتصيفط ليا في 0661 57 94 97، ولا تجي عندي المحل اللي كيتواجد في المدينه القديمه باب مراكش الدار البيضاء حدا مويل القهوي ديال الحوت اللي في السما. اللي سولات على امينه غادي يجيبها حتى للمحل باش ما نبقاش نوريكم معلومات هذوما، ما نبقاش نعاودوهم في الوسط ديال الفيديو. وبالنسبه للي بغيتو كاينه في كازا كاينه خارج كازا، بالنسبه لخارج كازا كنصيفطو في امينه واللي بغى شي حاجه متبادل. وبالنسبه للسلعه كندعو بالديتاي وبالجيم ومرحبا بالكل. كاينه هاد لاشي بيضاء اللي حتى هي يلاه جات عاوتاني، تكنا جبناها وسالات، جبتها اكثر من 4 مرات وسالات ليا وعاوتاني جبتها لانها مطلوبه بزاف الناس كيجيو على قبلها. هادي حلالة المشاكل، أي واحد تيقلب على قميجة بيضة طويلة كيلبس هادي كتعجبو، والتوب ديالها خطير والماركة ديالتها هي، واخا فيها السمول والميديوم البنات كتلبس تال إكس لارج، والبنات لي عندهم راه عارفين هاد القميجة أشناهي، والتوب ديالها على طوال دو بوش، ولا بغيتي ديريها دومي موش ديريها، ولكن بالنسبة لدابا كيلبس يعني غير هادي مع أنكول غولي صافي غتجيك مزيان. كاين هاد الكول مونتي هدا في الزيتي، هذا كيجي زوين في اللبسه وستريتش، الثمن ديالو 50 درهم، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، والتوب ديالو قطن وكيتير مزيان، ها هو يعني كيشد لا فورم ديال اي وحده. كاين هاد البيض ديالو، هاد البيض موديل اخر عنده هاد العيبات هنا، هذا البنات كان عندي فيه الكحل سالا ليا، المهم عاد غادي نجيبو. تا هو 50 درهم، التوب ديالو ستريتش ولا ماتيريال ديالو سخونه، كيجي كل مونطي، تا هو 50 درهم. صافي ناضي، كاين هذا صوفا رقيقه كابوش بالقب، ها هو ها هو عندو هاد ليزيستراس هنا في التحت في لي بوش، وعندو جويبات هنا لقدام، فيه الكحل ديالو سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو 50 درهم، هذا كان 100 درهم درنا ليه 50. الأقوى عبد الزاق كاين هذا، هذا صوفا رقيقة تا هو سخون لا ماتيير، داو عندي البنات عارفين هاد لا ماتيير شنو كدير، لي مونش 3K، لا كولور بلو سيال بحال كغي هنايا، والموتيف بلو بلو مارين، كيجي زوين بزاف في اللبسة، كيجي مع انجين، كيجي سبور، كتلبسي كلاس اللي بغيتي، الثمن ديالو 50 درهم، لي طاي لي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هذا لا كولور ديالتو كغي، صوفا رقيقة سخون، لي مونش كيجيو 3K. سمحوا لي، عندو هاد الكول هذا فيه شويه ديال السكاي، وكاين اللي ما فيهش سا ديبون، لي طاي لي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، والثمن ديالو غير 50 درهم، كتقدري تلبسي سبورت تقدري تلبسي كلاس. بالنسبه للاثمنه عندنا هنا جد جد مناسبه، يعني بنادم الا بغى شي حاجه يجي من بابي غير 500 درهم تبدل ليه البلاكار يا عمو. كاين هاد البول هذا رقيق، هذا كنوريكم اللي بقى فيه، بقاو عندي فيه جوج بياسات، واحد كحل كيتلبس كروازي، هذا كيتلبس كلاس، كيجي واعر مع لي بونطالو طاي اوت، انا غنوريكم السول طاي اوت اللي جبت عاوتاني. كاين هذا في هذه الشبيكه هنايا، كتقدري دير مع اندي باردور لتحت، تقدري دير معاه انكول غولي وتلبسي غير، ولا تقدري تلبسي غير بوحدو وديري ليه اون فيست من الفوق، راه كتجي زوينه لي فيست. راه عندي غندير لكم حلقه خاصه بلي فيست، وغندير لكم حلقه خاصه بالميني. هذا فيه الكحل ها هو، الطاي ديالتو كتلبس ميديوم ولارج، كاين البيض ديالو ها هو، تاهو نفس الموتيف من هنا في الظهر، كيجي كخوازي ملي كتلبسيه كيلصق هذا هنا، يعني كيجي كل في كيولي كمام طوال، كيجي زوين والله إلا خطير خطير بزاف اللبسة، زعما كنصحكم أنكم تاخدوه، وتبقاو فيه غير هاد البياسة بيض وكحل، الثمن ديالو غير 50 درهم. كاين هاد ليكخ هادي على مارك ديالها، كتجي زوينه بزاف وفيها الطايات باللي كبارين، يعني الميديوم تقدر تلبس الاكس لارج، والاكس لارج غتلبسكم الدوبل، والثمن ديالو 50 درهم.
كيجي زوين بزاف لا ماتيريال ديالو طراو بعده يعني ما فيهاش النيلو داكشي اللي كخا بزاف لا كتجي فيت كون كتجي خطيره بزاف حتى هو غير 50 درهم كاين هاد لاغوب هادي وحده اللي كاينه بلو مارين ها هي كتيره هادي تي عندي انفست تقدر تلبسيها مع لافيست في البيض تجي زوينه بزاف لاطاي ديالتها 38.40 الثمن ديالها غير 50 درهم هادي عندي فيها غير بياسه وعندي فيها هاد الشبيكه هنا ها هي هنايا ترونسبارونت هذا كما شفتوا سالا ليا هذا المبا كتجي زوينه بزاف هذه البنات اللي كيقيسوها كياخذوها واخا مخلقه من هنا تشوف ديالها سخون كتقدري تلبسيها دابا وتلبسيها حتى في الدومي سيزون عندها هذه العقده هنايا لي طاي اللي فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج حتى الدوبل اكس لارج يعني 46 كتلبس هذه حتى هي فيها 46 كتجي زوينه على الثمن ديالها غير 50 درهم انا اليوم دايرين لكم واحد حلقه خفيفه ظريفه ملي كتجي شي حاجه جديده ما كنبغيكمش تزقلوها لان شحال وحده كتجي شي مره وما كتلقاش داكشي اللي بغات يعني من الاحسن هكا تستافدوا كاين هذا الكارديغون هذا حتى هو مبا محفه كيجي واعر في اللبسه دو بوش القدام لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج كيلبس حتى للدوبل 46 كيجي قد هذا كاين الكاب ديال 46 حتى هو الاكس لارج كتجي تلبس 46 لان الطاي ديالته وافيه وكثيره والثمن ديالو دائما 50 درهم كاين هذا ستيل شوميزي حتى هو بحالو غير لاخر كارديغون هذا شوميزي كيجي بيل شوميزي ما تريكو ما قميجه حتى هو عنده هذه العقيده هنا كول في لي طاي دائما اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج دائما الثمن 50 درهم هاد كارديغون كانيش تا هو عاود جبناه كيتلبس بحال بتيت فيست تقدري تلبسيه مع كسيوا مع دي بونطون طاي اوت وواحد الكول غولي هكا كتجي اللبسه واعره بزاف البنات ما تخافوش عليه هو كتعرفوا تلبسو هذا هو اللي كاين دو بوش هنا الثوب ديالو سخيخن وعندو هاد الكروشي ملي كيتشد الثمن دائما 50 درهم ولي طاي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج كاين هاد البونطانو هذا لاطوال كيجي باديف من التحت البنات اللي كيعجبهم باديف الموديل كيجي طيباس دو بوش مولو ستيل ديال الجين كيتيرا كاين فيه 38 وفيه 40 الثمن ديالو 50 درهم بالما من التحت هاهي باديف من التحت البنات اللي كيعجبهم بالما عريضة من التحت وعندي فيه غير جوج بيسات في الكحل يعني عندي 38 وعندي 40 كاين هاد البونطالون فيه لاستيك من هنا من الفوق كيجي بحال كولون والتحت كيجي صوتي كيتلبس مع لي بوتينغ ولكن التحت شتي كيجي شويه عريض مع لي بوت دوك القساوين كيجي واعر في اللبسه وكيجي جمع لاطاي ديالتو 42 واحد اللي كاين والثوب ديالو غليظ لاماتيير ديالو الثمن ديالو غير 50 درهم كاين هذا عندو دو بوش قدام ستيل ديال فصالة ديال الجين مي هو يا توب كلاس ها هو هذا حتى هو فيه 38 40 42 الثمن ديالو دائما 50 درهم هي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها لنا في 0667 06 61 57 24 97 انا نماتي دابا نسيتها كاين هاد البونطالون بلو مارين حتى هو كلاس كيجي زوين بزاف لاطاي ديالتو 38 هذا البنات كيقدر يجي مع داك البلو اللي وريتكم هذا البلو ها هو وعندي حتى لافيست لابغيتو ديرو اونصومبل يعني الثوب ب 50 درهم وهاد البلو 50 درهم وتقدري تلقاي حتى لافيست 50 درهم وتقدري دير مع هذا ها هو يعني دائما لبسه غير 100 درهم فوق ب 50 والسوال ب 50 هنا اي حاجه كتجيكم
غادي تجي تعجبكم كنجيبوها لكم باش نرضيكم وكنتمنى يكون هادشي كيعجبكم واللي اول مره كيدخل عندنا يدير عندنا ابوني ويدير لايك ويدير يكتب لنا كومونتير واللي قدامين معنا دائما خصهم يعاونونا بالبارطاج وباللايك وديروا لنا اكتبوا لنا نيت لي كومونتير لان داكشي اللي تكتبوا لنا ان حنا كنديروا به نقدروا شي حاجه ما عرفناهاش نقدروا شي حاجه نسيناها يعني مزيان يعطيونا معلومات نعرفوهم هذا هو كاين هذا الكري هذا كيجي زوين بزاف هاد الكري البنات انا خليته لكم باش تشوفوا مع هذا هاد الكارد يقول لك تويتكم البارح ها هو كيجي معاه خطير بزاف غتقدري دير معاه بودي في البوردو تجي لبسه زوينه ولا بودي في الكري كل مونتي بغيتي دير لي ان شوميز تقدري دير لي ان شوميز كلاس غتجيك لبسه زوينه الفوق ب 50 درهم والسوال 50 درهم السوال فيه 38 وفيه 40 وهذاك الكارديغون اللي وريتكم فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج ودائما 50 درهم غادي نوريكم هذا السوال واعر بزاف هذا المبرا كيجي باضيف من التحت كيجي زوين بزاف التوب ديالو كيتيري ها هو لي طاي اللي فيه 38 40 فيه دو طاي لا كولور فيه واعره بزاف ولا مارك ديالتو ها هي ولا كولور يمكن ما كتبانش هي هذيك الحقيقه ديالها اذا كشي علاش بنادم خاصو يجي للمحل ويشوف اللون راه اللون زوين بزاف وما عنديش فيه كميه عندي محدوده يمكن شي ثلاث بيسات اللي كاينين في هذا واللي بغيت نوريكم انا مع هذا هي هاد لاشوميز هاد لاشوميز اللي دائما كنوريها لكم وكتبع هادي ما كتبقاش راه تجي معها خطيره بزاف وكتجي تمطلوقه يعني غتجي اللبسه كلها 100 درهم السوال ب 50 والقميجه ب 50 درهم جبت لكم هاد الجين هاد الجين البنات كيطي اوط لي طاي اللي فيه من 44 46 48 50 52 يعني صحابات الكرون طاي اللي تيقول لي ما تهلاتيش فينا انا تهلايت فيهم دابا جبت لهم هاد الجين هذا كيجي واعر وسليم من التحت وستريتش واللي زوين فيه انه طاي اوط ماشي طاي باس اللبسه كتجي فيه واعره هذا دابا لا طاي 44 هذا لا طاي 50 ها هو والثمن ديالو 100 درهم وهذا يقدروا يديروا مع هذا ها هو غيجي زوين بزاف صحابات الكرون طاي هذه غتجيهم مزيانه غتجيهم مع هذا المهم ملي تجيو انا كان ماري ليكم ونوريكم الحاجه اللي غتجيكم مع الكيس اللي خديتو وانتوما كيبقى عندكم الحق الاختيار ديال السلعه اللي غتعجبكم هذا السؤال ديال السيفيت كان سهل ليا بزاف البنات اللي كانوا موصيني عليه فضلت انني نبينو في الفيديو باش يجيو لي الدريات شوفوا البنات هذا غير لارج كتلبس 46 ها هي شوفوا قداش ومن التحت هذا ما مجموعش ما فيش الباندا يعني مطلوب الثمن ديالو حتى هو 100 درهم وكيتيري وحتى هو كيجي طاي اوط يعني ماشي طاي باس لا حتى شي حاجه فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج الاكس لارج ديالو كتلبس حتى 48 واللارج ديالو كتلبس 46 كاين الكحل ديالو ها هو نفس الشكل حتى هو سمول ميديوم لارج اكس لارج حتى هو كيلبس الاكس لارج ديالو حتى 48 يعني طايته وافيه والمونطوني ديالو سخونه بزاف التوب ديالو غليظ كاين هذا كيجي ستريتش كيجي طاي اوط بالما من التحت طايحه تشوف ديرو ليك خال البنات هذا كيلبس حتى 44 طايتو مزيانه 46 كيجي قدا هذا واحد اللي بقى الثمن ديالو 50 درهم هذا بوردو وبتي بوان بالابيض عندي هاد السوال ديال السيوفير هذا كيجي حتى كلاس لبستو مع ان شوميز طويله ولا هذا كيتير مزيان والفصال ديالو طاي اوط وتحت كاينه بالما عريضه هذا البنات فيه حتى 56 يعني صحابات 56 في لاطاي عندي هاد السوال قدهم
غادي يعجبهم كيجي زوين في اللبسه وما غاديش يندموا عليه. ها لا ماك ديالو ها هي وفيه غير هاد لا كولور بلو معايا. بالنسبه لهاد السوا ديال القطيفه بلو الكري كنت دوزت لكم البارح فيه غير 43 لان ما كانوش طايت كبار. دابا انا جبتهم فيه دابا من 38 40 42 44 44 ديالو كتلبس 40 وافي بزاف وكيجي زوين في اللبسه. ها هو الثمن ديالو 50 درهم والقطيفه ديالو رقيقه وسخونه وكاين هذا السوا العجيب هذا كيجي بالضيف معروف كيجي طاي اوت. هذا بزاف ديال الوقت واخدين عندي وجا خداو اللوان ديالو كان سالا ليا وجبته عاوتاني. ها هو كيجي طاي اوت ومن تحت بالمعويضه والقطن ديالو سخون ماشي بارد. واللي زوين فيه انه كيلبس يعني هذه غير اكس لارج كتلبس فيه 46 48 عندي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج والثمن ديالو 100 درهم. كاين هاد الكري كلير الكري فرونسي سمحوا ليا حتى هو نفس لاكوب حتى هو كيجي طاي اوت وكيجي بالما من تحت بريضه كيجي زوين في اللبسه. هذا هو لا طوندونس اللي كاينه دابا فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج الثمن ديالو 100 درهم. وهكا غنكونوا جينا على ختام الحلقه وقبل ما نختم غادي نوري لكم هاد لافيست اللي غتجيكم معاه كتجي واعره بزاف. ها هي كتقدروا ديروا كل مونطي في النوار وغتلبسوا مع هادي مع السوار كيجي طاي اوت وهادي كتجي قساوه من اللور يعني كتجي لبسه خطيره بزاف. لافيست عندي فيها جوج طايات عندي فيها 42 وعندي فيها 44 الثمن ديالها 100 درهم والسوار 100 درهم. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الحلقه وانا دائما معكم في الجديد كل ما يكون شي حاجه جديده نوريها لكم. وبارك الله فيكم انكم كتعاونوا معايا وكتدخلوا كتبارطاجيو لي الفيديوهات وكديروا لي لايك وكنشوف لي كومونتير ديالكم زوينين اللي كيشجعوني وكيخلوني الصباح كنوض وكنقول لكم نسلع جديد. شكرا بارك الله فيكم والله يخطيكم الى مره حلقه قادمه ان شاء الله.